مهرجان مؤسس وبكورة المهرجانات الرئيسية في دول الخليج. أنا أشوفه هو يكون بداية ختاميات ومهم جدا لجميع ملاك الهجن في دول مجلس التعاون. والله المهرجان كالعادة كل سنة أفضل من السنة اللي قبل، وجاه إقبال من الخليج، ومهرجان طيب، تنظيمه طيب، وإن شاء الله توفيق الجميع. والله مهرجان المؤسس طبعا يحطونه كل سنة في الشحانية، مؤسس طيب الله تراه، ولا وفي جوائز قيمة يحطون وأشواط كثيرة، والناس يعني يجون له من دول الخليج كافة، خاصة المهرجان هذا المؤسس يعني من دول الخليج يحضرون. مهرجان المؤسس مهرجان الحمد لله مهرجان ناجح في كل مقاييس، وما الناس كلها جايته من الخليج، كلهم جاهزين لهذا المهرجان، يبرزون الصفقات قبل هذا المهرجان، ملايين لهذا المهرجان، سلموا على شيوخنا الله يطولنا في أعمارهم، وحنا إن شاء الله جاهزين لهذا المهرجان ومستأنسين ومعين منه خير إن شاء الله. والله مهرجان المؤسس مهرجان طيب، وكل أصحاب الهجن يجهزون له ويبون خيار مطاياهم يشاركون بالمهرجان، لأنه يحمل اسم غالي على دولة قطر وعلى دول مجلس التعاون، اسم المؤسس الشيخ جاسم محمد طيب الله ثراه، وكل مالك هجن يسعى أنه يحصل على لو نقطة في هالمهرجان، فما بالك يحصل على رمز أو أكثر من رمز، هذا شيء كبير يعتبر لكل مالك هجن. مهرجان المؤسس طبعا من أكبر المهرجانات وأقواها، يعني نظرا لما تأتي من نوعيات مميزة وشعارات جدا كبيرة، يكون مستهدف من قبل جميع أبناء طبعا الخليج ومحبين هذه الرياضة. مهرجان من ناحية القوة فالقوة حاضرة، ومن ناحية التحدي فالتحديات كذلك حاضرة، ومن ناحية أيضا الصفقات فالصفقات شغالة 24 ساعة يعني، والكل يستهدف وطموحه أن يصعد المنصة الكبيرة لما يحمله من اسم غالي، اسم المؤسس طيب الله ثراه. سنة وكل سنة من أقوى المهرجانات، وهو بداية المهرجانات في الخليج، والمشاركة تعني لنا الشيء الكبير، والكل مشارك لازم انه يشارك فيه يعني في بداية المهرجانات. والله ناجح كل مقاييس، وسباق يعني ناس خلوه سباقات ثانية وجو عندك قطر، معناته النجاح في قطر. والله ما شاء الله من كل مكان، من الإمارات، من قطر، من السعودية، من البحرين، من كل مكان جاي، من عمان، كل زمان أفضل معروف في الشحانية. الحمد لله شكرا، كل زمان أفضل، ما قصر غامي في اللجنة ولا الحكومة، من ناحية جوائز، من ناحية تنظيم، من ناحية كل حاجة. والله مهرجان مؤسس الناس تعد له، والمهرجان يعني ما يحتاج أتكلم عنه، مهرجان وافي والناس مستعدة له الاستعداد التام، والله يوفق الجميع إن شاء الله في المهرجان. والله مهرجان زين قوي، ومشاركات قوية فيه، وركضهم قوي السنة وايد قوي. والله مهرجان المؤسس كل سنة أتطور من السنة اللي راحت، وكل سنة السبق فيه والنوعيات فيها أكثر من النوعيات اللي قبل، ومهرجان المؤسس ما فيه كلام. مهرجان المؤسس مهرجان غالي على كل شخص خليجي ويشارك في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس مهرجان الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر، مهرجان جوائز مليونية فيه، تكلمنا عن الجوائز ملايين، تكلمنا عن التسعيرات ملايين الملايين. والله المؤسسة طيب وزهم الله خير، أشوف طول عمارهم ما يقصرون في شيء، الناس من بعيد وقريب حسبوا الإحسان. والله بالنسبة للمهرجانات دولة قطر الإقبال كل سنة، مو بالسنة هذه، كل سنة عليها إقبال غير عادي، لأنها متوفرة الجوائز الطيبة ومتوفرة التسعير اللي ما يقصرون،
وكل شيء طيب يبغونه حل الهجن متوفر لهم. مهرجان المؤسس من المهرجانات الكبيرة وأول مهرجان كبير في دولة قطر، ومن المهرجانات اللي جميع أبناء الخليج يحرصون على المشاركة في هذا المهرجان لقيمة المهرجان وقيمة الاسم الكبير الذي يحمل هذا المهرجان، مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. شاهدنا إقبال كبير من المشاركين ومن الجماهير الحاضرة التي تريد أن تستمتع في هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، وشاهدنا المنافسات وشاهدنا نوعيات فاخرة وشعارات كبيرة حضرت تريد أن تخطف نواميس ورموز هذا المهرجان الغالي على الجميع. أحب أوجه جزيل الشكر للإخوان القائمين على المهرجان من تنظيم مكتمل لجميع لتسهيل كل كافة الإجراءات للمشاركين. والله التنظيم رائع وأكثر من رائع، والحضور كل سنة يزيد عن السنة اللي قبلها، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. نتكلمنا عن التنظيم والإعداد له، شهادتي مقروح أنا في اللي ننظم سباقات الهجن، تنظيمهم أكثر من رائع، تعودوا وخبرة سنين يترجموها للمشاركين ويسعون لخدمة المشاركين والتسهيل لهم في كل جوانب الميدان، في العزب، في كل مكان. اللجنة المنظمة جزاهم الله خير، باذلين جهد كبير ومسهلين كل الأمور للمشاركين ولإنجاح هذا المهرجان، فكل الشكر لهم وبيض الله ويحفظهم. والله من ناحية التنظيم، تنظيم ممتاز سنويا، نلاحظ عليها أن التنظيم كل سنة أحسن من سنة، وبالنسبة للمشاركات صراحة السنة أشوف الأعداد كثيرة السنة هذه، المشاركات وخاصة المهرجان هذا، وبعده جاي مهرجان الأمير الوالد، ممكن نتوقع بعده يحصل أكثر عن العدد هذا. الأعداد واجد والنوعيات موجودة حاضرة في جميع الأشواط، فيها نوعيات شاهدنا متعة. والله المهرجان طيب، وإحنا نشكر حكومة قطر وشعب قطر على حسن الضيافة، ولا قصروا اللجنة المنظمة بسهلوا كل شيء على كل مالك هجن سواء في قطر ولا خارج من دول مجلس التعاون، أمور كلها سهلة والأمور الحمد لله كلها طيبة، ما حصلنا أي عرقلة ولا أي شيء في هالمهرجان، إلا كل شيء طيب، ونقولهم جزاهم الله خير وبيض الله وجههم على المهرجان الطيب، وإن شاء الله أن نزوره كل سنة وكل حول بخير وصحة وسلامة. والله الأعداد أعداد قوية كثيرة، وبرنامج جدول لا يعني مرتب ترتيب طيب كتوزيع الأشواط وتوزيع الرموز. كل موسم يتجدد، يعني كل موسم نتفاجأ بشيء جديد، كل موسم نتفاجأ. ليش؟ لأن نحن في ميدان الشحانية في دولة قطر، فمب كل موسم إلا كل يوم وكل ساعة نتفاجأ بأشياء جديدة. يعني داعمين هذه الرياضة ومسؤولي هذه الرياضة يعني حريصين على أن تكون هذه الرياضة في مصاف الرياضات الأولى، وهذا المجال في مصاف المجالات الأولى. يعني والله كل سنة هي أفرق شوي أحسن، والحمد لله رب العالمين طول أعمارهم، والحضور والتمات طيب والله أحسن من كل سنة. الله يوفقنا ويوفقهم، وبالنسبة للجنة بيض الله وجيهم على الترتيب اللي غير مستغرب منهم. ما يحتاج مهرجان المؤسس وميدان التحدي، اسمه ميدان التحدي، المشاركين فيه الكل سعيد، كثرة مشاركة انت شفتوها، والمشاهد أيضا شافها عبر قناة الريان والقنوات الأخرى الناقلة وعبر السوشيال ميديا، المشاركين وقوة المشاركة والأسماء المشاركة في المهرجان، وأيضا أداء الحلال في الميدان، يترجم أداء الحلال في الميدان، يعني حلال يعني على مستوى كبير.
والله مهرجان المؤسس غالي علينا ومهرجان لا يعلى عليه، واشكر الداعمين عليه كاللجنة واصحاب ولاة الامر، وبيض الله وجههم على هذا المهرجان. مهرجان كل سنة أزيد من السنة اللي طافت، لا جوائز ولا أشواط ولا رموز، وبيض الله وجههم على كل حال. والله تعنيني الكثير مشاركة في مهرجان المؤسس، أنا حريص سنويا أن أجي أشارك في هذا المهرجان ومشاركة إخواني أبناء الخليج، ونطمع للمنافسة دائما في هذا المهرجان الكبير. انطباع يحمل منافسة وتحديات وحماس وأعداد أيضا كبيرة شاهدناها في هذا المهرجان، نتمنى التوفيق لكل المشاركين إن شاء الله. والله يعني لي شيء كبير المهرجان، نستعد له من القيض، نقيض ونستعد ونحسب الحساب المهرجان هذا، ولا غير المهرجان طول عمري فيه صعوبة المشاركين واستعداداتهم في الحلال وقوة الحلال. والله مشاركة طيبة، أركضنا حلال الحمد لله توفقنا، وإن شاء الله نقبل فرنا إن شاء الله. والله الترتيب عالمي السنة، هو العام ترتيب مقيم باتجاه الجوائز، جوائز قيمة والركض قوي. والله المشاركة مهمة جدا لجميع الملاك بما فيهم المواطنين في قطر، وما شاء الله الجميع جاهز مستعد. والله احنا اليوم حاضرين هيبة جذاعة في المحليات، نطلب من الله التوفيق، نافسه العام نافسه الطيبة على الرموز، وذا السنة عندها سبق إن شاء الله، متأملين إن شاء الله منها خير بإذن الله. والله الحلال اللي حاضر نوعيات وسبق، وكل سنة أتطور من السنة اللي قبله، نسأل الله التوفيق لنا ولكل مشارك. والله طول عمرنا مشارك في الشوط المفتوح في البكار، وفي شوط القعادين المفتوح، وشوط الإنتاج البكار. والله طيب إن شاء الله مشاركة في شوط الثالث محليات، وشيء في ورع بكرها والله سبق لها سبق عدد من السبقات في الإمارات. والله أنا عندي مطية واحدة مشارك في رمز الإنتاج في الشوط الخامس، والله لها إنجازات. نعم لو ما لها إنجازات ما تعنيت بها منك من الإمارات وجبتها، وإن شاء الله متأمن الله خير إن شاء الله. والله عندي بكرة في الشوط المفتوح، نسأل الله التوفيق من أخوان المشاركين. إن شاء الله عندي قعود الرمز الشوط الأول، أي نعم ما أخذ الأول في الشوط الأول في المحليات في المحلي الثالث، وشريه من الطائف السنة ومذخور إن شاء الله لليوم هذا. والله مشاركين في الرموز، عندنا جذاع في مفتوح في المحليات في الإنتاج، نسأل الله التوفيق. مهرجان المؤسس مهم لجميع الملاك، خصوصا انه في الاشواط الرئيسيه ويجمع النقاط للمشاركه في المهرجانات في دول مجلس التعاون. والله الاداء قوي، شفنا منافسه قويه في الاشواط الرموز واشواط السيارات والاشواط النقديه، كلها اشواط قيمه، وشفنا اعداد كبيره وشفنا منافسات ايضا كبيره، وشفنا أتيام خيالية احضرت، وشفنا شعارات كبيرة أيضا قدمت أسماء مميزة ومفاجآت أيضا حصلت في هذا المهرجان. نعم أقوى أشواط المساء، والله كريم والباقي التوفيق عند الله إن شاء الله. أنا والله جاي منافس، عندي حلال طيب وانت من الخير. أقول اللي لا لخاطرين يبقى الأول، والركض ناقص من نصيب، حلال أكثر والناس كل حد الجديدة تجدد ويزيد الناس تزيد، يزيد المؤامرية ويزيد الناس ويزيد الحلال، والحلال طيب. والله يا أخي فيه حول سبق دخلات في الشوط، بس يعني صعبة الكهنات، لأن أنا سبق كثيرة، صعب أنك تحط ترشح مطية، صعب. والله التيمات التيمات التيم السنة قوي وايد، أقوى من لا خاصة بالهجاي، الهجاي قوي وايد، التهم قوي وركض قوي زعمة، والله جهوزية قوية والركض قوي، يعني إن الشيء الكثير، ونطمح نحن نأخذ فيه شيء من الرموز. اللهم لك الحمد، وفقنا الله، اللهم لك الحمد، الشكر يا رب العالمين.
نتمنى لهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله حضور وهي حاضرة القوة إن شاء الله والتنافس، ونتمنى لي أيضا المشاهدين عبر قناة الريان طيب المتابعة. والله يا أتمنى لهم التوفيق كل جميع المشاركين، وشكرا نقول للإعلاميين وشكرا للجنة المنظمة ولا وجزاكم الخير على التغطية الإعلامية. أنا عندي الإنسان اللي ذاع، وعندي كبار ما يبتن في دولة الإمارات، عندي في مهرجان زايد الكبرى، أكيد شوط مهم وشوط قوي، شوط السيف المؤسس ما بتحصل عليه إلا ناقلها ماضي طيب. و أنا أرشح إذا خبرتني على الترشيح أرشح نجاح ناقة أحمد المطالب من مايد الخيلي أنها تكون تحصل على سيف المؤسس. والله سيف المؤسس من أقوى السيوف في الخليج، هو سيف ذهبي وبيصير فيه منافسة قوية بين أبناء الخليج، وأسمع مرشحة قوية نجدين المسند وفيفا العبد الهادي قليل ونجاح الخيلي، وابن غدير ايضا عندها شهب وسبأ والاسماء كبيره، والله اسماء كبيره يعني لم تحضرني الحين ولا شفت الكشف، لكن الشارع الرياضي يتحدث عن الاسماء هذه، وهي اقوى المرشحات نجاح احمد مبارك احمد بن ماجد الخيلي، ونجدين ناصر بن عبد الله المسند، فيفا العبد الهادي خليل الشهواني، الغانم منصور الخيارين، العيدة، الهديفي، كلهم حاطين أسماء كبيرة. السيف صعب 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 للغاية يعني، والله أني أنا بنفسي أسأل السؤال هذا للجميع، ولكن السيف سيبقى علامة استفهام كبيرة لهذا الشوط إن لم يكن لنجاح. بدري الكلام به ذا الحين، لأن ما بعد تبين أن الناس اللي مشاركين في السيف ما بعد طلعت شعاراتهم، لأنهم معروفين في السن الكبير. بس احنا نتمنى ان السيف ما يطلع من قدر. اما عند عبد الهادي بن خليل الشهواني ولا عند ناصر المسند، واكبر الحظوظ عند ناصر المسند عندنا جديد. بالنسبه لاشواط سيف الشعب قول عند المسند، والله يعلم مطايا واجدة كلها سبق، عندك نجدين عند المسند كلها سبق، وتوفيق هو من الله أول تال، اللي الله بيعطيه بياخذه. السيف ما عندنا في شيء، ومتوقع أنها حلال فيه طيب ونوعيات، ما يحضرني اسمه الترشيح تحفظ فيها، ما أقدر أرشح حد وأخلي حد. والله يا أخي ما عندي اسم معين، ولكن في عدة يعني إذا ترشح بترشح لك أربع خمس مطايا يعني تعرف من السابق، ما ادري اركاب عند المسنة الطيبه، واركاب عند عبد الهادي بن خليل شواني طيبه، وغيرهم والعيده يعني اركاب طيبه، ومن الامارات جايه طبعا هجن بعد لها وصله ومشاركات، وصعب في الحول صعب التكهن بالسيف. اتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق. والله ترشيح صعب حاليا، لكن اقول مرشحات نجاح الخيلي ونجدين المسند. والله توقعات ما في توقع، السيف صعب، السيف صعب وما في اي توقع، ما حد يقدر يتوقع. والله شوات قويه واتيام قويه وناس ضغط ضغط، بين السبوق وبين منافسه، واهم شيء الزعفران عندنا. سيف الشعب انا ان شاء الله بسجل فيه عقب كم يوم ان شاء الله وارشح روحي. هجن الشحانية، هجن أم الزبار، هجن العاصفة، فمرحبا بكل المشاركين مع مختلف السادة المضمرين. مسافات اليوم هي 5 كيلومترات، حيث يستعد في هذه اللحظات هذا الشوط الأول الرئيسي، بل ينطلق الشوط الأول الرئيسي للفترة الصباحية، معلنا إيذان انطلاقة أشواط اللقايا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. هكذا تمت الانطلاقة على بركة الله وحفظه، متأملين ومتمنين التوفيق والخير لكل المشاركين والناموس، ونبارك لكل الفائزين في الأيام الماضية من أيام هذا المهرجان. عموما نقترب من منتصف المهرجان في هذا اليوم، ونقترب
يقترب من منتصف مهرجان المؤسس، سائلين المولى جل في علاه أن يعيده علينا وعليكم أعمارا مديدة وأزمنة عديدة. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول شور على مقدمة الشوط على المركز الأول من هجن أم الزبار مضمر المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري مع هجن الشحانية على 1500 متر الأخيرة. الألف وخمسمائة متر الأخيرة من حاف، انطلقت من حاف ودعت من حاف في هذه اللحظات، هناك جائزة نقدية قيمة، هناك ناموس، بينما المركز الثاني انطلقت من حاف، ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقة. الله يا سلام، خطفت الشوط الرئيسي الشبل جابر بن سالم بن فران على هذا المستوى الفنان. سلام يا من حاف، سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على اختطاف من حاف وانتزاعها بكل جدارة واستحقاق رئيسي اللقاية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولجابر بن سالم بن فران. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اليوم خامس أيام هذا المهرجان الكبير يوم الأربعاء 29 من نوفمبر 2023، وضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث انطلقنا في هذا الصباح مع انطلاقات خاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في انطلاقات موفقة إن شاء الله لهذه الشعارات الكبيرة، الشعار الأدعم الكبير وهذا رمز ويتابع رمز المضمر سالم بن فران المري. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، بدأت الأمتار تنطوي مع هذه اللحظات مع هذه الأصايل. زيد بن محسن أحد الشباب القطريين المميزين في هذا العالم الساحر انضم مؤخرا إلى هذه المؤسسة العملاقة، اليوم يحصل على الشوط الرئيسي متابعا لهذا الفراع. تهانينا لهجن أم الزبار، وتهنئة خاصة للمضمر زيد بن محسن بن علي بن نديلة على فوز فراع بالمركز الأول. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا المهرجان الذي يقام من 25 من نوفمبر وحتى 6 من شهر ديسمبر، وعلى مدار 12 يوما حافلة بالمنافسة والإثارة والندية والتوقيتات الزمنية القياسية التي سجلت في هذا المهرجان. إذن على بركة الله مشاهدينا الأعزاء، ينطلق الشوط الأول الرئيسي الخاص باللقاية البكار، الشوط المفتوح، هكذا تمت الانطلاقة على بركة الله. برنامجنا المسائي لهذه الليلة عبارة عن إقامة 15 شوط، وهذا هو شوط النقوة وشوط القمة في قمم اللقاية في هذا المساء. وتشارك في هذا الشوط مصيحة، زعفرانة، الجرداء، الماجدة، المزروعة، وقود ومريفة وتوزيع، والبيضة ومرموقة، كرارة والضعاين. على المركز الأول تسيطر على الصدارة من هجن الشحانية، يتابعها الذهبي سالم بن فران، من يقدم أقوى الأسماء في سن اللقاية من هجن الشحانية تحت قيادته وإمرأته، وأيضا إمرأته في هذا الشوط وأوامره، هذه الماجدة على المركز الأول على صدارة الشوط. ولكن مريفة إن لم يكن للجرداء كلام في هذا الشوط ومحاولات، ولكن مريفة تقتنص أول أشواط اللقاية الرئيسي، شوط اللقاية الرئيسي مع مريفة. سلام يا مريفة، سلام، مريفة تختطف الشوط الرئيسي اختطافا لتهدي الناموس للشعار الأدعم وجماهير تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولمحمد بن خالد العطية.
شوط رئيسي آخر على بركة الله، انطلق قبل تقريبا دقيقة واحدة في هذه اللحظات، وننطلق مع الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان وخمسة كيلومترات مسافة هذا الشوط مباشرة إلى المركز الأول الشعار الأدعم وأشكر على المركز الأول شعار هجن الشحانية بقيادة السيد سالم بن فاران المري أو جابر بن سالم بن فاران المري شبل المضمرين في دار آل ثاني الكرام. اجتمع أبناء الخليج من الإمارات ومن السعودية ومن سلطنة عمان ومن الكويت ومن البحرين ومن الدول العربية، حضروا هنا في ميدان الشحانية ومنطقة الشحانية لمتابعة هذه الأحداث الرياضية المهمة، مهمة هذه الأحداث الرياضية خصوصا سباقات الهجن. تهتم قطر بسباقات الهجن العربية بكل الرياضات، لكن على سبيل التحديد رياضة سباقات الهجن رياضة التراث آبائنا وأجدادنا. الله السلالة، ويش السلالة، سلالة كرار يا أم الزبار. حيوا يا أخواني، حيوا يا أخواني. أشكر 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 أشكر. سلام لكرار، سلام إلى محمية أم الزبار. وين يتواجد هذا الشعار الكبير وهذا البعير؟ هناك كرار. تهانينا تهانينا الهجن الشحانية على فوز أشكر بالمركز الأول في الشوط الرئيسي الأول بتوقيع المضمر جابر بن سالم بن فاران.